قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذا جاءت الوصية عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، فما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم، فعليكم بذات الدين أيها المسلمون لتسعدوا في الدنيا والآخرة. لذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزوجة الصالحة حتى تكون عونا للمسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، أرعاه على زوج في ذات يده. والزوجة الصالحة تكون ودودة لزوجها، مخلصة له في حبها، تسعى لرضاه، ورحمتها لا تقتصر على زوجها، بل تكون رحيمة بأبنائها، حانية عليهم، ترعى شؤونهم بحب، فتربيهم التربية السليمة. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ومنها: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وعلينا الابتعاد عن الزوجة التي لها صفات سيئة لا يرهقهن المسلم في حياته وعباداته. وأول صفات الزوجة السيئة قلة الدين. وحق للإنسان أن يخاف من امرأة لا تخاف من رب العالمين سبحانه. ثم يأتي بعد ذلك سوء الخلق، ويتفرع من قلة الدين وسوء الخلق كافة العيوب الأخرى. فذكر الإمام الغزالي رحمه الله أن العرب كانوا يحذرون الرجل من الزواج من المرأة الحنانة، وهي التي تحن إلى زوج سابق أو ولد أو أهل، ويحذرون من المرأة المنانة التي تمن على زوجها بأفعالها فتقول: فعلت لك كذا، كما أنهم كانوا يحذرون الرجل من المرأة الخراجة الولاجة التي تكثر الخروج والتسكع في الأسواق والطرقات، وتتبرج وترفع صوتها وضحكاتها. أما المرأة البراقة التي حذر منها العلماء، وهي التي تقضي كل وقتها في تلميع وجهها وملابسها، ولا يتزوج الرجل من الأنانة، وهي التي تكثر الأنين والشكوى والتوجع والتمارض. ويجب الابتعاد عن المرأة الضرماء التي لا تأكل إلا وحدها وتغضب عند الطعام، والابتعاد كذلك عن المرأة الشداقة التي يحذر منها، وهي التي تكثر الكلام في أمور لا فائدة منها، والمرأة الحداقة، وهي التي تحدق عينها في كل شيء تشتهيه وتريده، وتطلب من زوجها أن يشتريه لها. وكذا كانوا لا يحبون الناشزة، وهي التي تتعالى على زوجها وترفع صوتها عليه. وعلى المسلم الابتعاد عن الزواج من المرأة التي تكفر العشير وتنكر الإحسان. ومن صفات المرأة السيئة التطلع إلى غير بعلها، وهي الخائنة للعرض والفراش، وكذلك سليطة اللسان والمسترجلة. ومن الصفات السيئة إذاعة الأسرار والإساءة لأهل الزوج. وقد حث الإسلام الحنيف الراغبين في الزواج على اختيار المرأة الدينة التي تخاف ربها وتعرف حدوده فتقف عندها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.